كنت سعيد ان كان في مفاوضات من مصر، من بيراميدز، من الزمالك. شايف ان الحاجات دي بتعلي اسهم او قيمه اللاعب، وخاصه اللاعب المحترف بره، ان هو يجي له عروض من انديه كبيره، ان هو عليه طلب، بيفرق مع اللاعب المحترف؟ ما طبيعي يا احمد، انت كنت بتلعب في النادي الاهلي، محقق حاجات كويسه ونجاحات، فطبيعي اللي انت يجي لك عروض من كل مكان، يعني ده طبيعي، يعني مش حاجه يعني. لكن جالك عروض بالفعل من مصر؟ لا ما اعرفش، ما جالكش عروض؟ علاقتك انا قلت لسه لك انا ما بتكلمش مع حد، مش تاخد تدي معايا. علاقتك لسه موجوده بعدد من لاعبي النادي الاهلي، اه طبعا، بتتواصل معاهم؟ كلهم طبعا، كلهم بنتكلم على طول يعني. بصراحه قضيت مع مين الاجازه، او شفت مين في اجازتك دي ومن اللعبه هي نصها القريبه؟ طار بقى، فاهم؟ فلسه النص التاني بقى هنشوف هنعمل فيه. مين اللاعب اللي دايما متواصل معاك حتى بعد الماتشات، بيهنيك دايما على ادائك على اهدافك، من لعيبه الاهلي؟ لا والله، يمكن حسين بنتكلم، وياسر وقفشه وكذا حد، والله مش عايز انسى حد يعني. وديانج على طول. ديانج بيتكلموا ايه؟ لا ديانج بيتكلم عربي دلوقتي احسن مني والله منك. السوشيال ميديا يا محمد أثرت على الكرة في مصر، وأثرت على عقليات اللعيبة في مصر. لا يمكن هي بقت كتير عن اللازم. يمكن في ناس بتتابع بزيادة، وفي ناس بتتابع معقول، فاهم؟ فطبعا كل حاجة بقت ميديا دلوقتي، خلاص خلاص انت بتتكلم في كل حاجة. حتى لو واحد عنده حاجة عايز يخليها تكبر، بوست على السوشيال ميديا، فاهم؟ تعالى. فالموضوع بقى كل حاجة بنعيشها بقت ميديا خلاص دلوقتي. شايف ان هي بتصنع حالة من الفتنة او التعصب ما بين الجماهير؟ احيانا بيبقى في الموضوع بيوصل لعندي بين الفرقتين، فاهم؟ شوية ده يكسب، ده يزعل منه، فاهم يكتب يعني؟ بوست على السوشيال ميديا ده يزعل منه يخسر، مش جماهير عارف الفرقة ايه. التانية. الموضوع بقى مش حلو يعني. طبعا كل واحد خريف في ايده، فاهم؟ احسن يعني. انت ضد ان اللعيب يكتب بوستات على انا السوشيال مش ميديا بتكلم على اللعيبة، عامة؟ انا مش بتكلم على، بتكلم انت مثلا كنادي، مثلا زمالك بيلعب مثلا يخسر، مثلا تلاقي مثلا جمهور الاهلي يحفل عليه، الاهلي مثلا يخسر تلاقي جمهور الزمالك يحفل عليه. هي مش حلوه يعني، في الاول والاخر هتلاقيها في الاخر ملهاش لازمه. فكل واحد يبقى يشجع فريقه وخليه مع فريقه احسن اين يعني. اصدقائك من لعيبه الزمالك؟ الزمالك لا، في كذا حد، بس انا قصدي انت ممكن تبقى مثلا صاحبي بس ممكن مش عند بعض على الانستجرام يعني، فاهم حاجه يعني؟ ممكن صحابه كل حاجه، بس مش معانا ارقام بعض، بنشوف بعض في المنتخب، نقعد شويه، فاهم قصدي؟ مش زي ما طبعا مع بتوع الاهلي يعني. مين المدرب اللي أثر في مسيرة محمد شريف في الكورة؟ سوري يعني كان ليه تأثير إيجابي عليك؟ والله، انا كل مدرب اشتغلت معاه استفدت منه يعني، بصراحة يعني، فاهم؟ فكلهم والله اليوم كل واحد دي حاجة كده يعني، اكيد كويسة يعني. مين الأفضل في وجهة نظرك من المدربين اللي اتمرنت معاهم، سواء في الأهلي أو حتى في بداياتك في دجلة أو في إعارتك في إنبي؟ مش هقدر اقول لك الافضل، لاني الحمد لله، الحمد لله فضل من عند ربنا، اللي انا كنت كويس جدا مع كل المدربين اللي اشتغلت معاهم، وكنت دايما هداف فرقتي في كل المدربين اللي اشتغلت معاهم الحمد لله يعني. فواحد اقول لك واحد معين، لا مش عارف اقول لك مفيش يعني. اسم كده بتاع اكيد في يعني، بس انا مش عشان محدش ما عليه. تزعلش اه التانيين. بالظبط يعني، رغم انك كنت اساسي مع كروش في منتخب مصر، لكن الناس دايما كانت تقول لك ان كان في خلافات ما بين كروش ومحمد شريف لا ما كنتش اساسي يعني، او كنت بتشارك كنت بشارك وكنت هداف الفتره هداف بتاعتي الفتره. بالظبط، بس ما كنتش اساسي معايا يعني. ومع ذلك الناس كانت بتقول ان لا في خالص، مشاكل. ما كانش، انا ما فيش مشاكل، انا دايما ما بعملش مشاكل مع اي حد يعني. بس هو كان موقف اللي حصل ده وكده، فهو ده كان ساعتها الموقف يعني. موسيماني كان بيحبه يقرأ، يعني يعني كان بيفرق في معاملته مع بين اللاعبين بسبب الحب او الكراهية. لا، انا ما اعرفش. انا بقول لك عليا انا عن نفسي، انا الراجل كنت بحبه جدا، وكان بيحبني وكان بيقدرني. ف بص يا احمد، انت الطبيعي كلاعب مثلا ممكن ما بتلعبش، فتحس اني برضو في سنة من المدرب كده يعني. انت ممكن انت ما بتلعبش مثلا، او ما بتشاركش اساسي، فممكن تحس اه ده المدرب ده جاي عليا، ده فاهم. انا بكلمك على، انا شفته من راجل، انا ما شفتش منه حاجة وحشة بصراحة، فاهم؟ محمد شاركت مع الاهلي في عدد كبير من البطولات واحرزت اهداف مميزه، ايه البطوله اللي انت شايف ان هي كانت مهمه في حياتك او كانت من البطولات المميزه في تاريخ محمد شريف مع النادي الاهلي؟ يمكن انا بقول ان بطوله العشره كانت مميزه بالنسبه لي، ان دي كانت اول بطوله افريقيه اخدها مع الاهلي، وخدت هداف البطوله كمان، فدي كانت اهم بطوله بالنسبه لي. رغم ان جماهير الاهلي دايما بتقول لك دي البطوله المنسيه اه عشان كان قبلها البطوله، القاضيه. اه بالظبط. فكان دي كانت
غطت على دي شويه يعني، عشان جت بعديها بسنه على طول. لو كان في بينهم سنتين مثلا كان. لو رجعت بيك للزمن واخترت هدف كده ما بتنساهوش ودايما بتتذكره؟ والله يعني مش عارف. جبت جول الاهداف كتير. كتير. بس مش عارف بصراحه. مع الاهلي يعني؟ مع الاهلي او منتخب هدف بتحبه؟ والله يمكن انا قلت قبل كده الجون بتاع نهضة بركان ده كان يعني من الاجوان اللي بحبها جدا يعني. محمد شريف كان دايما وش السعد على الاهلي وجماهير الاهلي في ماتشات الزمالك، الموضوع ده كان بيبقى فارق معاك نفسيا، بيديك طاقه كده وباور في ماتشات الاهلي والزمالك بالذات؟ مش كده يمكن انا الواحد يعني انا الحمد لله مش ماتش اهلي والزمالك والله، لان انت لو خدت بالك هتلاقيني الحمد لله الواحد في الماتشات الكبيره دايما بيبقى ليه تواجد وليه تاثير، فاكيد توفيق من عند ربنا يعني اللي انت تجيب اجوان يعني في الزمالك. اول مباراه ليك مع الزمالك احرزت هدفين، يمكن انا عرفت كده ان كان في مكالمه الصبح مع والدك وقال لك هتحرز هدف النهارده، هدفين انت قلت له كفايه هدف بالظبط. وقال لك كده. كواليس اليوم ده كانت ايه بقى؟ واحكي لنا حراز اول اهداف في الزمالك، اكيد بيبقى لها طعم مختلف. كان اول قمه طبعا العبها، فقال لي ان شاء الله جونين النهارده، فقلت له جون حلو مش مهم، فالحمد لله ربنا كرم يعني وجبت جونين يعني. محمد شريف قادر على المنافسه مع اي مهاجم مهما كان في اي فريق بيلعب فيه؟ انا طموحي زي ما قلت قبل كده لما باجي حتى لو بجيب جون ببقى عايز اجيب التاني والتالت، انا دايما بالنسبه انا لو في ماتش مثلا ما جبتش جون برجع ببقى هموت بالليل، فاهم الموضوع بالنسبه لي. مين المهاجم اللي شايفه مهاجم مميز في العالم وبتستمتع وبتستفاد بحب منه؟ بحب رونالدو عامه يعني. رونالدو يعني. في مصر شايف مين المهاجم اللي لافت الانظار في الدوري؟ مش عارف بصراحه، ان هو في لعبه كتير كويسه بس انا ما مش عارف بصراحه اقول لك، هقول اسم واحد هظلم التاني فاهم، ففي لعيبه كتير كويسه بصراحه يعني. امنيتك ايه واحلامك نفسك تحقق ايه في حياتك الفتره الجايه في تجربتك في السعوديه او مع منتخب مصر في الفتره الجايه، وخاصه في ظل التحديات الكبيره اللي قدام منتخبنا الفتره الجايه؟ والله الواحد احلامه كتير بس ان شاء الله لما تحقق بقول لك عليها. محمد احلامك ايه اللي نفسك تحققها في حياتك في الفتره الجايه في تجربتك مع الخليج او في مع منتخب مصر ان شاء الله؟ ان شاء الله الواحد عنده طموح السنه الجايه باذن الله اللي هو يعمل موسم كويس مع فرقتي ان شاء الله، واقدر احقق حاجه كويسه ونفنش مركز كويس، وزي ما قلت لك قبل كده ان الواحد برضو بيتمنى اللي هو يروح كاس عالم مع المنتخب ان شاء الله يعني باذن الله. دور اسرتك بقى في حياتك والدور اللي بيقدمه بصفه خاصه والدك والدتك زوجتك، ويعني بتقول لهم ايه او تقول لهم ايه بتعبهم ده معاك؟ طبعا الناس ليك دول الناس اللي هي وانت زعلان هم اللي بيبقوا دايما جنبك، وانت هم يعتبر اللي بيشيلوا شيلتك يعني فاهم. فطبعا بشكرهم طبعا على وقوفهم جنبي ودعمهم ليا، وربنا يخليهم لي يعني ان شاء الله. كلمه الجمهور الاهلي اللي بيحبك وكان لازم نختم بيها تقول لهم ايه، وخاصه ان هم دايما بيطالبوا ان محمد شريف يبقى موجود معاهم، وانت اكيد بتشوف التفاعل مع جمهور الاهلي في كل مكان يعني. يمكن انا بصراحه كل مكان اروحه بصراحه الناس تقول لي مش ترجع مش عارفه ايه، فطبعا ده حاجه بتسعدني جدا من حب الناس ليك طبعا بتبقى حاجه كويسه، فبشكرهم جدا ومش عارف اقول لكم ايه بصراحه، وخليكم دايما كده في ظهر فريقكم ان شاء الله. كلمه لزمايلك في الاهلي. مين لعيبه الاهلي زمايلك كلهم تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ مش عارف. لو اخترنا لعيب تقول ايه؟ الكهرباء. بكلمهم على طول. طب تقول لهم ايه من خلال الكاميرا؟ اقول لهم وحشتوني. محمد بشكرك، شرفتنا ونورتنا في رقم 10، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الموسم الثاني ليك في الدوري السعودي.